على أخ مدني، شكرا لكم، شكرا الإخوة القيمين على جريدة نيشان الآن. مرحبا بكم، معكم مصباح يقين، رئيس المكتب التنفيذي لجمعية فرحة التضامن الاجتماعي، إحدى الجمعيات النشيطة بعمالة مقاطعة مولاي رشيد. حنا اليوم في إطار دائما توضيح لما نشر قبلا، والمشاكل التي تتخبط به أو تتخبط فيها مقبرة الغفران. وكما لاحظ المتتبعون، هناك بعض الصور اللي نحتو في لاباج عندنا، واللي تتبين يعني درجة ديال لا مبالاة ديال الإخوان، مع كامل الإسف غنسميو الإخوان ديالنا يعني القيمين على هذيك المقبرة، مقبرة المسلمين، هو انتشار الحيوانات الأليفة ما بين القبور. وهذا هو اللي حز في النفس ديالي وخلاني نخرج هذه الخرجة، والإخوان اللي تعرفوني فأنا غير ما تنخرجش إلا إذا كانت الضرورة، الضرورة القصوى جدا وجدا، حشومة وعار. حنا بلد مسلم، وحنا الحمد لله الدين ديالنا وصانا على الأموات، وهذيك الحالة اللي فيها المقبرة مع كامل تبكي. يعني الحمد لله حنايا مسلمين ما خصناش نكونوا بحالكم. علاش المقابر الأخرى ديال باقي الديانات، لا المسيحية ولا اليهودية، وحنا في الدار البيضاء خاصة نعاني ونعاني هاد المقابر، مقبرة الغفران ومقابرة الرحمة. فكما قلت شرط سابقا، حيوانات تتجول بدون حسيب ولا رقيب بين القبور، الكلاب ضالة. وغنسمي واحد يعني المصطلح واعتذر، هو حتى الانسان الضال حتى هو كاين تما، كاين الشنكاره وكاين الشفاره وكاين يعني سايبه بالعربيه. هو سايبه، هي سايبه ماديا ومعنويا. ماديا راه ما كاينش البيبان اخ مدني، راه حشومه مقبره قد الدخله فيها باب واحد، والمداخل الاخرى اللي تيدوزوا منها يعني الاخوان اللي تيمشيو يدفنوا ولا يمشيو الزيارات، فما كاين لا بيبان لا والو، ما كاين لا مراقبه لا والو، ما كاينش الامن، ما كاينش النظافه، النظافه حديت ولا حرج. حنا سكتنا وسكتنا وسكتنا، ولكن جات الفرصه اللي غادي نهضروا فيها. راه باقيين القراعي ديال الزيت، ثم باقي القراعي ديال الشراب، تلقاو مليوحين، باقي البوديزات، باقي الزبل، باقي النظافه. اش نقول لك، الله ياخذ الحق، المسؤول محسوب عليه هذا. حنا غياخذ الحق هنايا في الدنيا، وهو راه غادي ياخذ الحق ديالو في الاخره. كنتمنى على الله تكون يعني تكون واحد الالتفاته لهذه المساله هذه. وانا بهذا المنبر تنوجهوا للاخوان يعني المسؤولين على المقابر، سواء مجلس المدينه، سواء مقاطعه، سواء الولايه. حنا بغينا اللي يجي للمقبره ديالنا فيعرف بانه فعلا حنا راه دايرين حساب هذوك الاموات، ودايرين حساب الاخره ديالنا. وانا ملي تمشي لشي مقبره خارج الدار البيضاء، انا تبقى فيه الحال العربية. أنا دفنا بعض الإخوان في المقابر سيرتو في مدينة تطوان، فاش نقول لك، ما شاء الله هذوك الناس يعني مهلين في الموتى ومهلين حتى في الأحياء، الحمد لله. علاش شنو الفرق بين هذيك البلاصة وهذ البلاصة؟ أشنو هذوك مقبرة وهذه ماشي مقبرة، من زبالة، ماشي لله. ولكن السياق المغربي في الأمر، حنا شاهدنا يعني وثقنا واحد الجنازة اللي جات في رمضان على الساعة ديال الربعة، على الساعة الرابعة، الساعة الرابعة نعم. يعني الناس يعني ضربوا تمارة وجري هنا جري 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 ووصلوا للمقبرة. فبالتالي ما كاينش حفار القبور، ما كاينش حفار القبور، وما كاينش الإدارة. هذا الشيء ما عمري سمعته. ما شفناش معاه. حنا كنا تنشوفوا اش كيبالك فهاد الوضع هذا؟ هي سابقا كنا تندفنوا الناس، الحمد لله. حنا كجمعيه مدنيه كنا تنشتغلوا في هاد المسائل، تنحاولوا نقاشيرو الامبيلونس، نحاولوا نقاشيرو الطبيب. مشكورين الاخوه اللي قايمين على هاد يعني هاد السيرفيس هذا، لا في مقاطعه مولاي رشيد ولا حتى مقاطعه سيدي عثمان. تنحاولوا نقاشيرو يعني مكان ديال الجنازه، وكنا تنمشيو ندفنوا مورا الربعه، الخمسه، السته، المهم هي باقي ما طيحش الظلمه. فما بالك بهاد الايامات يعني نفاجئ بهاد المساله هذه ديال الربعه العشيه. السياقين الا دعا الضروره، راه الليل يقدر يدفن الا جا شي واحد من اوروبا. اييه راه الا دعا الضروره يقدر يدفن في الليل. نعم كمل. اكرام الميت دفنه. نعم.
هذه ديال الربعه راه فين انا وانا حصلت لي خلي ديال رمضان. وفعلا تفنى واحد السيده جايه من المنطقه ديال عين السبع، يعني وصلت الربعه تما هي في عين السبع، تقول لهم لا راه المقبره ما كايناش، راه ما تلقاوش اللي غيدفنوا، ما تلقاوش هذه ما تلقاوش. وفعلا السيده مسكينه بقات في البيت ديالها حتى يعني النهار اللي موراه، الحمد لله كان بالجمعه دفنها. ولكن هذه المساله هذه يجب اخذ بها الاعتبار. فكما قلت لك الناس القيمين على هذا المرفق راه يعني سبحان الله العظيم ربي عطاهم واحد الخير قدو قد الخلا ما لا يوصف، ولكن ما يعرفوش ليه. عندهم خير مع الله ومع الاموات ومع اهل الميت، فما بالك بالدنيا. ولكن هاد الناس هادو باغيين الدنيا، ما فهمتش شنو 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 المبتغى ديالو. انسان شوف واحد القضيه اخ مداري، هو انا هذا مبدا اللي ما قدش على المسؤوليه تسخر الله، والحمد لله ونشكر الله ونبوسو يدينا وجاهو وقدام يدينا وراه يدينا. كما قالوا الناس الاولين اللي كاينه واحد التفاته مولويه الحمد لله اللي صاحب جلاله الملك محمد السادس نسأل الله بالمناسبة نوجه الشكر الجزيل والتهاني بمناسبة عيد الفطر المجيد. هو يعني خلق واحد دينامية ديال محاربة الفساد، هي قديما من تقريبا من الوقت اللي اعتلى العرش فيه في 1993 إلى يومنا هذا، وهي عام على عام تترسخ. ودابا حاليا جميع المسؤولين اللي ما تعيش الله راه تيحكوا في راسهم وتيحكوا كروشهم، وبغينا نزيدوا عليهم هاد المسؤولين المسؤولين على المقاطعه على بليطو المقبره. اتقوا الله وجانا، اتقوا الله وجانا عباد الله، اتقوا الله وجانا وجاه الناس هادو وجاه هاد الاموات وجاه هاد البلاد السعيد. هاد الشيء كلشي راه تيوصل له يعني خارج ارض الوطن، وكاين الجاليه ديالنا وكيسولوا على المساله هادي، وكاينين الاباء واولياء الامور ديالهم ووالديهم وخوتهم مدفونين في مقبره الغفران، وديما يسولوا واش باقا هي هي. والدعوه راه ماشي حنا اللي تندعيو عليهم، راه حتى هما تيدعوا لنا، تقول الله ياخذ فيهم الحق الله يرضي عليهم. حنا كمجتمع مدني غادي نحاولوا، وانا من هذا المنبر غادي نحاولوا يكون واحد اللقاء مع عدد ديال الجمعيات المجتمع المدني الجاده واللي باغا تغير الواقع ديال هاد المقبرة خاصة، وحتى الساكنة، لأنه حتى الساكنة تتشكى اللي تمشي تزور هاد العائلة ديالهم تزور الوالدين ديالهم، حتى هي غندخلوها في هاد النداء، نوجهو النداء وإن شاء الله غنتبعو عليه وغنوقفو عليه حتى نشوفو النتيجة وتكون نتيجة إيجابية بإذن الله. ونداء إلى السيد، حنا غنمشيو المسؤول الاول على هاد المسائل بيجي الدار البيضاء صدر السيد الوالي مشكور، نتمنى على الله يعني ياخذ بعين الاعتبار هاد النقطه هادي ويبعث واحد يعني واحد دوريه اللي تتبع هاد النقط هادي وتاكد. فالحمد لله حنا راه ماشي كذبنا، حنا وثقنا بالصور وكاينين الناس اللي غادي تعزز هاد المساله. وانتوما كذلك راك حضرتوا لهاد النقطه ديال الدفين قبل الرابعه وبعد الرابعه. ف يعني كان شوف حنا كما شاهدنا بعد انا وثقنا بعد الفيديوهات اللي ربما كانت واحد النهار يعني ازيد من 13 سياره واقفه كلها كتنتظر شكون اللي غادي يدفن، يعني الناس تسنكرت صحيح بزاف. وكاين مشكل، خص الحل، خص الحل. اشنا هو الحل؟ انتم كفاعلين جمعويين في المنطقه اشنا هو الحل؟ والحل احنا ديما واش هاد الشركه هادي واش ما قداش تقدر تمشي في حالها؟ دابا ما تنساش واحد القضيه سي المدني، هو الشركه او الباترون ديال هاد اللي يعني تيقولوا ليه هما طاشرون، نعم، اللي مكلف ببناء القبور والحفر واللي واحد المارشي. فهو عرف راسو بانه غادي سالي سالي سالي، لان المقبره الجديده اللي كاينه في سيدي حجاج فهي الابواب تفتتح ان شاء الله قريبا، وهو بحال اللي ولا يكور ويصيفط.
يعني صافي حس براسو بان الماتش ما كاينش. المسؤولين اللي مسؤولين المباشرين ديالو اللي عطاوه المارشي النهار الاول فتا هما يا بحال اللي خففت يدوك شويه ما بقاوش يعني ما بقاوش عاطين واحد القيمه. فبالعكس لا وبالعكس دابا الخدمه انا تنفكر وبعض الاخوان فكرنا حنا دابا باقا مقبره باقا عندها مسؤولين وباقا عندها هذا باقا عندها واحد يعني الانسان اللي مكلف بهذه المباني وبهذا الحفير وفي هذه الحاله كارثيه فما بالكم اللي غادي تسد بقاجد فيه فين غتوصل له؟ يعني واحد بغى يزور واحد من الاهل ديالو ربما غير مقدر. انا نشوف نعطيك حقيقه دابا نيت انا جيت مؤخرا شي ساعتين دابا واحد الاخوان توفى الاب ديالهم اصدقاء ديالنا هنا في حي السلامه في البارح واليوم مساكن مشاو شوفوا الزياره بلا الام ديالهم مشاو همايا كارثه قال لك داروا بينا شي 10 ولا 15 واحد طلابه منين دخلوا هاد الدار وبغينا نفهموا حنايا هاد المقبره واش عندها شي رقيب واش عندها شي حراس هاد الحراس شكون هما فين كاينين واش كاينين غير في الباب الاولاني المحافظ المحافظ ديال الروده المحافظ فين كاين المحافظ فين هو المحافظ المحافظ راه اللي ما كاينش هو تمايا المشاكل كلها كاينه بمعنى راه ما كاينش محافظ محافظ بالاسم ولكن المسؤوليه ديالو راه قائمه المسؤوليه الاخلاقيه راه قائمه المسؤوليه قدام المرؤوسين ديالو راه كاينه راه ماشي ما كاينش ولكن حتى حد ما تيتحاسب على شي وحتى حد ما تيحاسبو انت في الدار ديالك وليداتك الا داروا شي حاجه ما توقفش عليهم ما تقولش لهم هادشي راه حشومه هادشي خصو يدار وشي خصو يدار حنا تنبداو من البيت والبيت هو خيره معلم وخيره مربي وهذاك الشيء اللي في الدار راه هما ملي ما يلقاوش ولادك اللي غيوقف عليهم راه الدار تلقاها خربه ملي غتجي حتى بغيت تقاد المقاله ما تقاد راه هادشي اللي واقع دابا وقيس على ذلك المقبره وقيس على ذلك حنا ما غاديش نحدو حنا الموضوع ديالنا هو مقبره الغفران الله يغفر لينا ويغفر جميع المسلمين والله يهديهم واحد الكلمه الاخيره سي يقين لهاد الناس المسؤوله على هاد المقبره هادي من ناحيه مجلس المدينه ولا المنتخبين ولا يعني راه كاين واحد شوف اخي مدام حنا كنطالبوا بالافتحاص من نهار دارت الجمعيه اللي تتسير هذه المقبره الان غنطالبوا برساله موجهه للمسؤولين رساله واضحه وموقع غنطالبوا بالافتحاص خديت 1000 درهم فين حطيت 1000 درهم ما عطاوكش 1000 درهم وانت واقف على الخدمه وعندك لي شارج وعندك هذه يعني توجه الكلام للجمعيه كما التآزر اللي سماه وزاره التآزر ما يديهم على راسهم هاد المنح اللي تاخذي فين تتصرفيهم يعني راه الحمد لله كاين الاموات علامة الساعة كاين على الصغرى وانه كثرت الاموات وهذاك الشيء اللي كانوا يموتوا شحال هذه ماشي هما اللي كاينين دابا يعني العمليات ديال العمليه التجاريه بين الاولياء هاد المتوفين رحمه الله وسكن انفسه جنته وهاد الناس اللي مسؤولين على هاد كاين واحد العدد ديال المسائل اللي خصها توضح انا كاين هذاك الطاشون تياخذ الفلوس ديال الحفير ديالو وكاين هذوك الاخوان تيستخلصوا يعني الفلوس ديال الارض منهم كما قلت لي المحافظ اللي انا على امتحان واش على راسو ولا على امتيازات ديال بعض الناس ولا على تحافظ على يعني الحرمه ديال هذاك المكان اللي مسؤول عليه انا اللي جاتني وانه حتى السكن ديالو هو قريب من تمايا بمعنى انت يا ما الله في هذاك المكان فين ساكن راه تمشي حتى واش حتى عاجبك الحال بحال هكا كاسي المحافظ خصنا نربطوا المسؤوليه بالمحاسبه وخص اي واحد يتحاسب وكما قلت لك قبلا فهاد المسائل هذه تنحاولوا ما امكن يعني نلقاو لها حلول ولكن الاخوان اللي مسؤولين على هذيك القباره يعني راه مشكل عويص وعويص جدا مشكل كبير خصو تدخل على اعلى مستوى كانوا بعض لي زانسبكسيون دازو وشافوا وشنو وقعوا ولكن باقي تنسناو التقارير ما خرجوش مي هذا الوضع الكارثي اللي وصلنا ليه دابا
لا الكلاب لموجودات مائية ولا الحيوانات لموجودات مائية ولا الحيوانات الإنسان حيوانات مائية. أنا عندي حقائق ديال بعض الإخوان لأنه قال لك مشاو في رمضان ولقاو الناس سكرانات، فين هي الحرمة ديال الموت يا الناس؟ ها الإخوان علاش حنايا ما نتهلاوش في هذوك الأماكن؟ وراه كنا غنمشيو لهذيك البلاصة، راه مولاها نوبة، راه حنا من تدخلوا راه كاين الدعاء ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله لاحقون. إيوا أنت من بغيت تجي تمايا بغيها واحد يمشي يزور كاسيت، ها المحافظ، ها الناس مسؤول، غيبغي يزور غيشوف هذيك الفضيحة، غيبغي يزور غيوقفوا عليه الشنكارة، غيبغي يزور غيوقفوا عليه الطلاب، غيبغي يزور غيوقفوا عليه الشفارة، غيبغي يزور غيحبسوا الكلاب. إيوا ما صافي، بمعنى الله يرحمنا الله يرحمنا. سي يقين كنشكروك على هذا اللقاء الشيق اللي كان معك، ويعني وكان توضيح للناس المسؤولين في هذا القطاع هذا. نتمنى تفاعلوا معنا، نتمنى الله يتفاعلوا معنا. حنا شوف حنا يدينا ممدوده، حنا نتعاونوا مالنا ما خاسرين والو، نديروا حملات النظافه، نديروا حملات ديال التجار، نديروا حملات ديال البنيو والصور، ولكن تما خاص عليهم اماطيد ويمدوا. حنا سيدي نجمعوا الجمعيات المجموده، كاينين الجمعيات الجاده اللي باغا تشتغل في المساله هذه، وكاينين الجمعيات اللي خادت على العاتق ديالها يعني المبادره الملكيه ديال الاوراش، واخا هكاك راه صعيب عليها الامر لانه باش دير هذاك الهكتارات 30 و 40 هكتار واش باش يعني بزاف كثير عليها، خص الضافر الجهود جهود. الحمد لله حنا مسلمين ونقولوا الخير، وحرمه الميت راه شيء مقدس لا في الدين ديالنا ولا في الاعراف ديالنا. الله يخليكم، يعني خذوا هذه المساله بجديه. شكرا سياسي يا يقين يقين مصباح، وتحياتي وكنشكرك جزيل الشكر على التوضيح هذا. ومشاهد قناه نيشان الان نكتفي بهذا البث المباشر، الى اللقاء. شكرا.